أظن أنك أنت تعتقد معنا أنه هالموظفين والموظفات في بعض الدوائر ما في شك أنه بترتب وراءها مشاكل. ليش؟ بسبب الاختلاط. هذا الاختلاط أنت الحمد لله كما قلت ما واقع عندك، لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كما يعني أنت ذكرت. فهذا نعم عفوا، يعني هي قضية انه الغمز والهاي اعتقد انه هاي يمكن انا ما شاهدتها في محلي. بس انت عفوا انت جاوبتني جاوبتني بالموافقة. هلا يعني هلا في شوي ممكن تجاوب على الامكانية. على الامكانية عفوا، بما اني انا ملازم يعني احيانا ابو احمد او احد بيبعث لي انه لغرض ضروري صدقني لهذا الامر احيانا انا اؤخر الشيء لما يروح البنات او انه ما يكون في مجال للشيء. هذا مش ممكن. انت بيقولوا لك ابو ايش؟ ابو رائد. ابو رائد اهلا مرحبا. هذا مش ممكن قدر المستطاع. انت كم شاب عندك؟ الان 3. طيب وكم بنت؟ 4. طيب فانت ما لا غير عينتين. نعم. وما لا غير عقل واحد. نعم. فما بامكانك التراخي بالشباب الثلاثه والبنات الاربع. صحيح. لذلك هذا امر غير عملي. مظبوط. نعم. لذلك خليك انت على موافقتك الاولى معي. نعم. بلاش ما تحاول يعني. لا لا لا. طيب نرجع للموظفين والموظفات. فانت عارف المشاكل اللي تقع هناك. اكيد. صحيح المشاكل اللي تقع هناك ما تقع عندك. لانه ما في الاختلاط البدني. نعم. لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك. نعم. أنا لما كنت في دمشق اتصلت موظفة معي هاتفيا وسألتني عن المشكلة اللي وقعت هي فيها. شو هاي سيارة؟ عملت. شو المشكلة؟ قالت أنا موظفة والله نسيت شو هي الدائرة وفي إلى زميل. أنا بستنكر أنه المرأة تقول أنه لها زميل مع أنه اليوم هذا الشيء يعني مثل إذا قالت أخي أو شقيقي قل ما يمكن أن يقال. ما في شعور أنه المرأة هذه المصونة المحترمة المخدرة هذه اللي ما عاد نشوف ما عاد نسمع عنها اطلاقا بتقول بكل ايش لا مبالاة الي زميل. يوم من الايام عم نتكلم مع بعضنا يعني شو بيقولوا استردنا في الحديث. استرسلنا في الحديث. تزولي نفسك كذا الى اخره. عملنا ايش زواج بس ايش حمزه النخ. ايه نعم حمزه. قلت لها الحديث بيقول ثلاث جدهن جد وأجلهن أجل النكاح والطلاق والعتاق. وأجلهن جد شيخنا. وأجلهن جد إيش قلت أنا؟ أجلهن أجل. سبحان الله. الشاهد فأنا نصحت هذه البنت أنه أولا وجودك في هالمكان خطأ ومن دلائل الخطأ هالقصة اللي انت وقعت فيها. انت لو سألت غيري السؤال هذا كان بيفرض عليك انك انت صرت زوجة الزميل المزعوم
رغم أنفك لهذا الحديث. لكن نحن نرى أن الطلاق الجدي يعني ما هو هزل يشترط النكاح يشترط له شروط وهو الإذن الولي. لكن بعض العلماء بيقولوا إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد فهي بتزوج نفسها بنفسها. لكن نحن من قلّي لو وجد الولي في نفس المجلس وكلها تمثيلية وهزل كنت بتصيري زوجة رغم أنفك. لكن لما ما وجد الولي والحمد لله صارت القضية يتلغوا. لكن أولا أنت خلاصة الكلام ما بيجوز تكوني موظفة في ذلك المكان. ثانيا ما بيجوز تفتحي مجال للشباب انه يتحدثوا معك حتى لدرجة زواج سوري هزلي. فقصدي الشارع الحكيم لما حرم النظرة والاستماع هو من باب سد الذريعة. لأن الشر ما بيجي طفرة قفزة وإنما مثل ما وصلت لك شوقي تماما نظرة فابتسامة في الغرام إلى آخره. وأنا ما بقدر بتخيل إنه هذول ثلاث شباب مع أربع بنات ما بقى نظرهم مش ما بقى نظرهم ما بيوجهوا نظرهم إلى بنت من البنات ما بيعرفوا هاي أحلى من هاي وهي أقوى من هاي. هذا أمر مستحيل لأنه في طبائف النفوس مطبوع عليها الإنسان. ولذلك فمد الإنسان يجاهد نفسه من جملة الجهاد يتخذ السدود وحلول بين الشر وبين أن يقع الإنسان فيه. بهذا الاعتبار نحن ننصح أنك إذا كنت ما تستطيع كما أشرت آنفا أنك هدون البنات يخيطوا في بيوتهم لأنه بدون من جملة الجهاد يتخذ السدود وحلول بين الشر وبين أن يقع الإنسان فيه. بهذا الاعتبار نحن ننصح أنك إذا كنت ما تستطيع كما أشرت آنفا أنك هدون البنات يخيطوا في بيوتهم لأنه بدون يكونوا تحت إشرافك وتوجيهك إلى آخره فلا أقل من وضع السد بين الشابات وبين الشباب. طول بالك شوي. لكن بقى أنا مشكلتي هلا مو مع الشباب الثلاثة في عنا. أنا فهمت في شاب رابع اللي هو أخو مين هاي أنت يا ولد ما شاء الله في عز الشباب وبعدين مزين حالك مثل هذنك الشباب. أنا هلا بخاف عليك منهم. لا أعطي نفسي وأستحق هذا منك. إيه؟ لا أعطي نفسي وأستحق هذا منك. يعني إنه بتحكي مظبوط. كويس. حالك من المشكلة. نعم. لأنه البنات بصورة عامة ما بيحبوا أصحابين اللحى مثلنا نحن لأنه هني بيهربوا منهم شايف لون. لكن العكس بالعكس تماما البنات خاصة بنات آخر الزمان بيحبوا الشاب اللي شو كانوا يسموه لا كلمة هيك غريبة مجرد نعم ايه هيك شيء ايه نعم. فبيحبوا الشاب اللي المتمدن العصري هذا يعني. ومن ذلك انه واحد ايش يتشبه بالنساء وينعم وشه حتى يصير وشه مثل وش النساء والبنات. نحن بقى منخاف
عليك انت من البنات. نحن كنا مشكلة الشباب نعم ثلاثة نعم، صار في عنا هلا أربعة بأربعة نعم.